مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. لكي تشاهد هذه المباراة ما عليك فضل التطبيق زر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضعف لهذه المباراة ملعب الاتحاد. أما بالنسبة لتوقيت هذه المباراة سوف يكون كالتالي: في تمام الساعة الثالثة مساء بيكون من توقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساء بيكون من توقيت السعودية وقطر والإمارات. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة قناة بي إن بريمير إتش دي 3 الناقل الحصري لهذه المباراة، تجدون البث في صندوق الوصف. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصة الجرس على الكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضرب لكم موعد في موعد قادم.